حفصة صياح كله مفايت راسي، لا عجبتني ولا رح تعجبني. معلش جميل، خلينا نستنى ليطلع الزلام الكراكون، نفهم منه، نعرف شو صار، نستوضح. هذا الحكي إذا طلع. شو قصدك جميل؟ اسمع أخي، قصة صياح مع المسورة فكرية قصة كبيرة كتير، قصة فيها شرف، ويا خوفي يا خوفي يكون مثل مو قلبي حاسسني أنه صياح فعلا عاملها. طولي بالك جميل، الله يوفقك. ما بدنا نظلمه للزلمة، خلينا نستنى لحتى يخلص التحقيق وبنعرف ساعتها شو بنساوي. ماشي أخي، رح استنى التحقيق ليخلص، بس إن شاء الله ما يطول. ما رح يطول أخي، ما رح يطول. روق لي حالك بالفنجان القهوة ولا ما تنحل. دخيل الله الشبعان وموت الجوع. بشكر والله. تعرفوا شو؟ لازم أنا أقف الدين برات شاي بعد هالأكل ما بيفهم. ليك والمطبخ مشقيتا، قوم اعمل لك برات شاي على كيف كيفك، قوم. لك دخيله، دخيله اللي بيفهم علي أنا. وشو فهمت عليك حامد؟ يعني مع براد الشاي لازم هيك تكييفة على كيف كيفك، بذرة تكون. والكيفة موجودة، والبذرة الطيبة كمان موجودة. لك يبرني اللي خلاك أنا، إيه؟ ما قلت لك إنه فيصل مثلنا بحب الرواق وبحب اللي بكيفه؟ إيه قلت لي، بس ما صدقتك لحتى شفت بعيني. ولك أهلين بمعلمين الكيف. لك على راسي كيفاتك وقطاطك كمان. أحلى أحلى فيصل.